وفاه الفنانه كريمان بعد صراع مع المرض الفنانة كريمان توفت منذ قليل طبعا زي ما احنا شايفينها وعارفينها دي فنانة كبيرة وفنانة جميلة من زمن الفن الجميل وده ابنها شيرين الوحيد اعلن عن هو ابنها الوحيد اسمه شيرين يعني اعلن عبر صفحته على الفيسبوك الخبر ده وقال توفيت لرحمة الله امي الحبيبة الغالية المرحومة باذن الله الحاجة كريمان محمد سليم حرم المرحوم النائب محمود ابو النصر رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس الشعب سابقا وقال شيرين انها الجنازه هتقام غدا الاربعاء بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين بعد صلاه الظهر والدفن بمقابر الاسره في 6 اكتوبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا كريمان ولدت عام 1936 وهي احدى الفنانات التي قدمنا العديد من الاعمال اللي هتفضل محفوره في وجدان المشاهد العربي واشتهرت بادوار الفتاه الدلوعة ومن سنتين تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوره لها في سن الشيخوخه في اول ظهور لها بعد فتره غياب طويله عن الساحه الفنيه وبدت كريمان في الصوره بملامح مختلفه عن فتره الشباب ومرتديه باروكه سوداء ومبتسمه بنفس الابتسامه اللي اشترت بيها في مسيرتها الفنيه والفنانه كريمان اسمها بالكامل كريمان محمد سالم. من مواليد القاهرة في 18 ديسمبر 1936 درست في مدرسة الليسي وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو وبدأت التمثيل في مسرح مدرستها حيث قدمت قيصر وكليوباترا وعملت كطفلة في الإذاعة واشتركت في ركن الأطفال وأثنى عليها بابا شارو الله يرحمها ويحسن إليها يا رب